أولا أنا أشكر كل الزملاء اللي طرحوا أسئلة مهمة جدا. يعني أبدأ من مسألة، أنا سعيد أنه أكثر الشعوب العربية مشاهدة للجزيرة والسودان، وأرجو أن يبقى إخواننا في السودان يشاهدون الجزيرة. الجزيرة ليست لديها مواقف مسبقة من السودان، أنا أقول لك هذا الكلام على الأقل على المستوى الرسمي. إذا عكس، معليش يعني، شوف إذا كان قضايا الرأي والتقييم لأي عمل بطبيعتها تختلف، ومن الممكن أن ندخل في جدل لن نخرج منه. أنا الشيء الوحيد اللي أقول لك أنا أؤكد لك هذا الكلام، أنه ليست هناك سياسة معينة فيما يتعلق بتغطية السودان تختلف عن سياسة الجزيرة في تغطية أي شيء. عندما يكون هناك حدث نشعر أو يشعر القائمون على العمل المهني اليومي لنا، يعني اللي هما إدارة الأخبار، إدارة التحرير إلى آخره، بأن هذا الموضوع جدير بأن يغطى، تتقرر تغطيته. حجم التغطية يقررون ويفعلون. بطبيعة الحال في بعض الحالات هناك معلومات ناقصة عندنا، هنالك صعوبة في الوصول إلى الخبر اليقين، هنالك أحيانا يعني تقييم للحدث من طرف جهات معينة برا تتصل بالجزيرة تقييم خاطئ. يتحدث البعض عن آلاف أو عشرات الآلاف، بيروح الكاميرا تبعنا تروح توجد عشرات أو في الأفضل مئات. فإذا في الوقت اللي عندك أنت في ساحات أخرى عربية وغير عربية عندك الملايين، فأنت توازن بين هذه الأمور وتقرر ما يجري. أما أن يكون هناك حدث نعتقد صادقين بأنه جدير بأن يغطى ولا نغطيه فقط لأنه في السودان أو لأنه في كذا ولا في كذا، فهذا لا يحدث، أنا أؤكد لك ذلك. وإذا حدث واكتشفنا أنه حدث، فإننا نبحث عن المتسبب في هذا الإهمال اللي نعتبره إهمال. ولكن مع ذلك مرة ثانية كما قلت، الجزيرة أيضا فيها بشر يخطئون كما يخطئ أي بشر آخرون في أي مكان، لا أكثر ولا أقل. لكن أنه فيه استهداف للسودان أو لأي جهة أخرى هذا غير موجود عندنا. بالنسبة للانحياز للإسلاميين، وأعطانا مثال الأخ علاء رابعة العدوية، أنا حقيقة أتعجب بأن يطرح هذا السؤال بهذه الطريقة، وقد شرحت لكم كيف نغطي رابعة العدوية، ولماذا لم يأتنا أحد ليقول لماذا الانحياز للمناهضين لمرسي عندما كان التركيز على ساحة التحرير، على ميدان التحرير. لماذا؟ ميدان التحرير كان الحدث، ركزنا عليه، الآن رابعة العدوية هو الحدث بغض النظر عن النتيجة. أنا لا يهمني أن أتفق أو أختلف مع المعتصمين في رابعة العدوية، هذا ليس شغلي، موقفي منهم لا علاقة له بالتغطية المهنية. الحدث حقيقة هو هناك، إذا خرج هؤلاء الناس من رابعة العدوية ينتفي الصراع وينتفي الحدث وكل الأمور تمشي لباس. هذو ناس رافضين لحدث كبير جدا، ورفضهم ونتائج الرفض تبعهم عنده تداعيات كبيرة كبيرة جدا وانعكاسات كبيرة على مصر وعلى كل العالم العربي، لأن ما يجري في مصر من أي يعني توجه من الطرفين له تداعيات خطيرة على العالم العربي. ولذلك رابعة العدوية ليس ميدان، أنا أعتقد لا أحد يقول في الجزيرة ميدان رابعة العدوية، يقولوا ساحة ويقولوا شوارع، ولكن عندما يقول بأن رابعة العدوية ما فيها شيء، يعني هذه الملايين اللي موجودة في رابعة العدوية أو مئات الألاف أو عشرات الألاف، يعني إحنا اختلقناها اختلاقاً، عملنا هوليوود إحنا، يا رجل يعني ما هو معقول هذا الكلام، يعني هذه